مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هي حلقه جديده من ساكن قرطاج، ولكن نقولها في كلمتين، اعتذر لكم على عدم بث الحلقه لاسباب الطقس والامطار. كان المفروض يكون ضيوفنا الياس فخفاخ وسيد الياس فخفاخ وسيد حمادي جبالي، ولكن تعذر وصولهما، وايضا في الوقت لحد الان، وايضا حتى زملائي الجزائري سند التاجين مكنوش من الوصول بسبب اكتظاظ مروري بعد نزول الامطار غزيره على العاصمه، والحقيقه عده مناطق في الجمهوريه معناها برشا بلايص صار فيهم تعطل المرور في العاصمه، وخاصه طريق السياره اللي تهز في ثيت بنزرت، وين موجود الاستوديو نتاع قناه التاسعه وكاكتوس، على مستوى سكرة بوجلوزير، على مستوى أيضا حي الغزالة النحلي، فتعطلوا فما ناس معناها فمش كون عنده ثلاث سوايع متعطل في الامبوتياج، كلهم ربي معهم وإن شاء الله يوصلوا سالمين. دونك نعتذروا، وضيوفنا باش يكونوا موجودين في حلقات أخرى من هوني حتى شنهار الجمعة أو في برامج أخرى، باش ياخذوا حظوظهم كي بقيت المترشحين على قناة التاسعة. نعتذر لكم مرة أخرى مشاهدينا المستنسين بهذا الموعد، ونعتذر على أنه لأنه معناها كما قلت نذكر أنه ضيوفنا وبعض من زملائي ما تمكنوش من الوصول للاستوديو بسبب الاكتظاظ المروري. شكرا لكم، هذه أقصر حصة في مسيرتي، صباح الخير.